أصدقائي أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج كل الناس نيوز. كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة يوم خاص جدا وحبينا أن احنا نشارككم ونشارك كل مشاهدينا على احتفال بالمولد النبي، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة يوم إن شاء الله الحلقة تعجبكم، وياريت كلكم تستنونا وتسمعونا لأن معانا مفاجأة. أول حاجة برحب بعبير، ازيك يا عبير؟ اهلا يا محمد، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، الامه المصريه والاسلاميه كلها بخير. النهارده كمان بيشاركنا في التقديم مع عبير. اهلا وسهلا زهيري. ازيك يا عبير؟ الحمد لله تمام. اهلا بيكم، كل سنه وانت طيبه. وانتوا طيبين. عبير النهارده معانا مفاجاه. ايه مفاجاتنا النهارده؟ معانا المبتهل منتصر محمد الاقرد، كبير مبتهلي الاذاعه والتلفزيون. شرفتنا. كل سنه وانتوا طيبين ومصر دايما بخير يا رب، ومولد سعيد عليكم جميعا ان شاء الله، وعلينا وعلى مصر كلها ان شاء الله. يا رب يا رب، ربنا يحفظنا ويحفظ مصرنا الجميله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. المفاجاه الثانيه، المفاجاه الثانيه طبعا اسمحوا لي اقدم لكم الطفله الجميله لوجي هديت. يا لوجي، تمام. اهلا يا لوجي. وفي نفس الوقت اسمحوا لي ان انا اهنيكم، وانا طبعا مبسوطه جدا بالمجموعه اللي معايا، واشكر الاستاذ محمد ان هو سمح لي اكون معاه النهارده في اجمل يوم يعتبر على الامه الاسلاميه جميعا. وفي نفس الوقت كلنا مبسوطين قوي قوي، وفعلا زي ما الزميل تفضل والزميله، احنا معانا يعني احلى حاجه النهارده هيكون ابتهالات جميله جدا بمناسبه المولد النبوي الشريف. وكل سنه والجميع طيبين، ويا رب دايما الامه بخير. دلوقتي ابدا بقى مع حضرتك. حضرتك اللي مشرفنا. الله يبارك فيك. انا عرفت ان حضرتك ليك تجربه كده في التمثيل بالنسبه للمسلسل الوالده باشا. نعم. وكان قبلها يعني انا مشاركه في عمل اذاعي، في عمل تلفزيوني كمان. وكان في عمل قبل كده في 2009 برضه. نعم. حضرتك عملت اللي هو عروسه المولد تقريبا. انتوا عاملين عليها تحريات ولا ايه؟ اكيد اكيد. فحضرتك يا ريت بس اتكلمنا عن التجربه ديت، او بدات ازاي؟ والله هو في 2009 كان الاستاذ حسن الوزير، المخرج المعروف اللي هو اخو الاستاذ حمد الوزير وعائله الوزير الفنيه الجميله، كان طلبني ان انا اعمل حاجه اسمها عروس المولد. عروس المولد دي كانت عباره عن عرض ديني وطني، فاشتركت معاهم في العرض ده، وكنا عرضناه حوالي 22 في رمضان 2009. والحمد لله كان بفضل الله تعالى ان كل الصحافه اللي حضرت تشوف العرض، كان كل صحفي مصري يعني قالوا انه احسن حد في العرض كان العبد لله يعني. ما شاء الله. الحمد لله يعني. الحمد لله. عرضنا العرض، وكنا المفروض ان احنا هنعرضه في محافظات اخرى او بلاد اخرى، بس الله اعلم حصل ايه مع الاستاذ حسن او حاجه زي كده ما كملناش يعني. بس احنا عرضنا 22 يوم في رمضان 2009. ده كانت التجربه الاولى. التجربه بقى 2013 المسلسل كان الاستاذ محمد اشرف الله يرحمه، الله المؤلف للمسلسل، هو كان بيدور عليا، قعد 6 شهور يدور عليا مش عارف يجيب تليفوني يعني. طب من اول قبل ما تقول لنا دور عليك والقصه الجميله دي. نعم. نسمع حاجه. حاضر. طيب انت بدات. طبعا. سيدي يا رسول الله، يا حبيب القلوب، يا رسول الله، يا نور النجوم، يا فأضاءت الأكوان
والشرك زلزل وانزى والشيطان والطيب والطيب يعبق بالثناء عبيره نشوى به من عرفه الأردان بشرى حضرتك. وطبعا انا كنت محضره اسئله كتير كلها وقعت مني من صوتك الجميل، ربنا يبارك فيك بجد حقيقي. وانا اللي بسطني جدا النهارده ان احنا فعلا في وجود حضرتك، لان احلى حاجه الكلمات والصوت وكل ده مخليني نسيت كل حاجه. ربنا يبارك فيك يا استاذه. ف اوكي انا ليا سؤال تاني بس بعدين اتفضل. جيت بعد كده الاستاذ محمد اشرف، كان هو جوز الاستاذه شيرين عادل المخرجه اللي هي اخرجت العمل يعني، تمام. فدور على تليفوني 5-6 شهور مش عارف يوصل لي، فراح اتخانق مع بتوع الانتاج وزعلهم، قال لهم انتوا مش عارفين تجيبوا تليفونه، انا هجيب تليفونه. اتصل بالاستاذ معتز الدمرداش صديقي العزيز وراح جايب تليفوني منه، كلمني قال لي انا الاستاذ، قال لي انا فلان الفلاني وانا بدور عليك بقالي 6 شهور. المهم رحت لما قعدنا مع بعض قلت له بس انا يهمني جدا ان انا ما اطلعش في العمل كممثل يعني. قال لي لا انا جايبك في العمل كمبتكر. وكان عمل جميل جدا، وكان الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. كان قال للاستاذه شيرين المخرجه، قال لها كل طلباته في العمل تنفذ، يعني لو عايز ادوات صوت معينه عايز يعني بصراحه. فالاستاذه شيرين عادل وفرت لي كل ما انا عايزه يعني من امكانيات صوتيه، من وكانت حتى هي سايباني اشتغل بروح المبتهل وبراحتي جدا جدا جدا، كانت بس لو في حاجه او ملحوظه تقول لي عليها، انما انا يعني قلت بروح المبتهل اكني بقول في مسجد يعني. وكان اول حلقه في الوالده باشا، كان اول مشهد في المسلسل كنت انا طالع فيه يعني، ده كان اول حلقه. بعد كده عملت حوالي 7 حلقات في المسلسل والحمد لله كانت موفقه، وده كانت الموضوع. طب انا ملاحظه حضرتك مثلا من 2009 ل 2013 في فتره من الزمن، من 2013 لغايه 2020 كده حضرتك واضح جدا ان انت مش ميال خالص للتلفزيون، ميال للاذاعه اكتر. ده انا بموت في الاذاعه طبعا. ايوه المنبع الاساسي. ده انا بحب الاذاعه جدا، ولذلك لما يكون عندي فجر في الاذاعه ببقى نازل من البيت كده، عندي يعني ببقى مبسوط ان انا رايح اقول 24 سنه فجر. 24 ساعه في الفجر. 24 سنه عمري تاني. تمام تمام. طب اسمحوا لي طبعا بعد اذن حضرتك برضو معانا اللذيذه لوجي برضو لازم طبعا نسمع صوتها، وفي نفس الوقت قبل ما نسمع صوتك قولي لي هل انت صوتك متدربه عليه ولا بابا وماما اللي قالوا لك صوتك حلو؟ وبعدين قولي لي يعني حبيتي المنشوده دي ولا الاغاني العاديه؟ انا احسن بالنسبه لي. هي بتقول شعر. شعر الله الله. طب عندي كام سنه؟ يلا بصي بقى، هما بيقولوا لك عندك كام سنه؟ عندي كام سنه؟ 9. طب بداتي من امتى؟ من وانا عندي سنتين ونص. سنتين ونص. طب مين بقى اللي انت بتحبي تقولي؟ مين اللي علمك بقى؟ ماما. ماما اللي علمتك؟ طب مين بيتعب معاكي رايح جاي؟ يبقى بابا اكيد. عشان بقى. طب بتحبي لمين بقى؟ انت حبيتي الموضوع يعني؟ بحب لهشام الجخة ومحمد فؤاد نجم الاثنين. يا نهار ابيض. طب سمعي مولانا نسمعها؟ طبعا نسمعها، دي نجمة الحلقة. يلا قولي اللي انت عايزاه.
منطقي منطقي لما يبقى يتيم وامي وسيد العالمين. منطقي الحسد هتكتر والعدا والكارهين، واللي هيقول لك ده الشاعر واللي هيقول لك ده الساحر واللي هيقول لك ده كافر، واللي يكتب واللي يرسم واللي يكذب واللي يشتم. منطق هي غيرة زي غيرة الوليد بن المغيرة، مش كان هيسلم بس حاجة في نفسه حكت، كبر وخلى نفسه شكت، أصل ده الكبر ده أكبر خطر. بس هي الجنة هتعمر وحدها حبة في الجنة ونعمها وحبة في سكر. منطقي لما يبقى المسلمين حالهم كده تطلع ضوافر للعدة، ما دمت مزارع بإيدك غلتك والجوع قرص على معدتك فزلتك، ما دمت تايه في الكلام شوف الودان اللي هتسمع كلمتك، شوف الودان اللي هتسمع شكوتك، ومنين يجيلك وش تحمى ولا تغضب ولا ترفع كلمتك. هما مش قصدين يهينوا المصطفى بحبة صور، هما عارفين ان سيدنا النبي سيد البشر، هما قصدينك وقصديني وقصدين كل جيلنا، وطول ما نتشتت ونتفرق وندار الحقايق لسه ياما راح يجيلنا. لو كانوا حضروه كانوا عرفوا يرسموه، كانوا هيسموه بعدلته وبسمحته وبهدوءه، كانوا شافوا الصحابة اللي بتلحق المية اللي بتنزل من وضوء، وتلهينا في احنا كنا واحنا كنا ونمنا في اللي راح يكون. بس فوقنا بجد أسفل لك وراجعين لك شعب نشيط صافي وطقي زيك يا سيدنا المصطفى يا ابو قلب طاهر ونقي. اما اللي واكلاهم غيرتهم فده منطقي يا حبيبتي. الله 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 الله، ايه الجمال ده مولانا. انت بسمع مولانا الله، يعني تعليقك بقى. لوجي سلطنتني بصراحه. طيب والله ما شاء الله، يعني عندها الموهبه وكمان الاكتر من كده موهبه الالقاء. تمام. لانه الالقاء في الشعر، موهبه الالقاء نفسها بتبقى لما يكون موهبه جميله زي كده الالقاء بيبقى له شكل جمالي اكتر يعني، فما شاء الله عليها. عندها ثقه، عندها ثقه رهيبه. طبعا. طبعا. عندها ثقه. نسمع من حضرتك بقى. حاضر. يا رسول الله يا ومن هو
لنا تعطي الجزيل بلا حصر ولا عدد. الله 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 الله. طبعا أنا بالنسبة لي مش هنعلى علي قطع حضرتك خالص، لأن أنا من هوايات الابتلات جدا، بحب قوي قوي الأصوات الحلوة زي حضرتك. ربنا يبارك فيك يا أستاذ عبد الله. دايما يا رب يخليك. حضرتك دلوقتي أنا عايزة أعرف أفضل حاجة، طبعا كل حاجة حضرتك بتقدمها جميلة جدا شيء مفروغ منه، بس أفضل حاجة ليك أنت إيه؟ إيه اللي بتفضل دايما تقعد تكرر فيه؟ والله أنا دايما هو اللي أنا قلته دلوقتي ده من كلمات سيدنا الشيخ محمد طاهر الحميدي رضي الله عنه. ده من كبار علماء الأزهر وكبار الشعراء الصوفيين يعني. تمام. فاللي أنا قلته دلوقتي ده هو اللي دخلت بيه اختبار الإذاعة من 24 سنة. تمام. بنفس اللي أنا قلته بالظبط دلوقتي كنت قلته في الاختبار الإذاعة. أنا عرفت إن حضرتك أول اختبار نجحت على طول. الحمد من لله. أول اختبار. كنت أول مبتهل في الإذاعة المصرية يعتمد من أول مرة بفضل الله تعالى. بس عايزين بس نقول لكل اللي بيشوفونا إن الموضوع مش سهل. لا ده يعني ده قلائل جدا اللي من أول مرة بي. يا سيدي الفاضل لما انا دخلت الاذاعه كان كبار كان الاستاذ فؤاد حلمي والاستاذ حلمي بكر وكان الشيخ برانك والشيخ محمود رزق خليل حبه ما شاء الله الشيخ ابراهيم عيشة كان مجموعه كبيره كانوا بيعصرونا في الامتحان مش زي يعني دلوقتي ممكن يكون يعني مش لا احنا زمان كان الاختبار اصعب من كده بكتير لا كان ورغم كده حضرتك نجحت من اول اختبار الحمد لله انا هو اللي قال قبلي قال تلت ساعه انا سامعه من بره الاستوديو هو بيقول انا قلت دقيقتين قالوا لي شكرا فانا اعتبرت بقى ان ده العكس فقلت لهم المهندس الصوت قال لي ده الشيخ ابراهيم عايزك جوه دخلت جوه قال لي هي دي الابتهالات الشيخ ابراهيم ما شاء الله الله يرحمه ما شاء الله الله الحمد لله حتى الفواصل انا سجلتها برضو الحمد لله اعتمدوها من اول مره لان انا كنت دارس موسيقى عربيه قبل ما اروح اختبر وكنت تتلمست على ايد الشيخ ابراهيم الاسكندراني الله يرحمه كان من كبار مبتهلي جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي الشيخ محمد الهلباوي الله يرحمه الشيخ سعيد حافظ الله يرحمه اللي غنى مع محمد الحلو اغنيه يا حبيبي فاكرين هذا كان من كبار المبتهلين يعني فانا تتلمست على ايد الثلاثه دول ودرست معهم موسيقى عربيه قبل الاختبار فالحمد لله كنت داخل يعني لانه ده المبتهل بدون دراسه موسيقى ما ينفعش ليه وحتى القارئ وحتى وعلى فكره في مطربين كتير جدا بيغنوا ما بيعرفوش من غير دراسه يعني للاسف حضرتك يعني. ما بيستمروش الكلام هل حضرتك الاصوات يعني حضرتك صوتك طبعا جميل هل بيبقى في تدريب باستمرار ولا بتعتمد ان هو صوتك كويس والكلمات حافظها وكده وخلاص لا يعني في تدريب حاجتين اصل هو الموضوع مش صوت بس صوت تمام. وسماع يعني الموهبه صوت وودن يعني انا مثلا لما اكون بختبر طفل او طفله زي لوجي كده ادي له جمله اقول له قولها لو قالها زي ما انا قلتها يبقى الولد ده موهوب عشان سمع كويس طبعا مش صوت بس فهو لازم طبعا يبقى فيه تدريب ولازم اسمع كل اسيادنا المبتهلين القدامى واسمع زمايلنا الجداد ولازم يبقى فيه سمع وقوال وتدريب لوجي طب ده بيخليني لوجي. بقى طب لوجي لوجي هتغني ولا ايه كده بص يا لوجي عايزين نسمع حاجه ثانيه ايه رايك نسالها برضو يعني هي في سنه كام يعني نسالها نحس ما هي سالتها وهي جاوبت قولي بقى سنه كام تالت شاطرة؟ شاطرة يعني تالت ايه تالتة جامعة؟ عايز تطلع ايه لوجي؟ لما تكبري عايز اطلع دكتورة يعني الله. يعني نقولك دكتورة لوجي؟ ماشي؟ هتسمعيني ايه؟ على ذكر آل النبي يلا 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 اتفضلي يا دكتورة لوجي على ذكر آل النبي وقف الكلام معدول نظرة يا سيدنا العلي سيف الجلا معدول يا رب عبدك كواه عشق الرسول الله لا طلبت مال ولا جاه بس اتحشر معدول ما مدتش ايدي لحد ورحمتك مديت عاجز في كل السكك وفي سكتك مديت اسف على اليوم اللي من غيرك رقدته آسف على شراء الذنوب اللي فردته آسف على كل اللي خدته وعمري يوم مدي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله عليك يا الله عليك طب سؤال على فكرة أنا قلت لها لو قلت شعري كويس هخطبك لابني
الله كمان لما تخلصي خلينا لما نتصرف نتكلم مع بابا ونقل خلاص ارجع واسال حضرتك الكلمات اللي حضرتك بتقولها بتختارها على اساس ايه؟ الكلمات اللي انا بقولها لازم انا احسها الاول. يعني انا في ناس مداني شعر من سنوات طويله ما حسيتهوش ما قلتوش، لازم انا احس الكلام عشان يوصل لحضرتك، رغم ان الكلام كله برضه في متداول عن الرسول عليه الصلاه والسلام وده، بس بيختلف الاحساس. كل الابتهالات الدينيه في سيدنا النبي وفي الذات الالهيه سبحانه وتعالى. لكن انا دايما بقول شعر جميل، يمكن الاستاذ محمد عارفه او هو له اعمال كتير في الاذاعه، اسمه الاستاذ محمد علي راشد. الاسماعيليه، شعر كبير جدا طبعاً. ويمكن انا دايما بقول اشعاره في الفجر، لانه وبعدين في حاجه غريبه جدا، او عنده ملكه سبحان الله، اديله الفكره اقول له انا الفكره عندي في الموضوع كذا يعني، ويالف الكلام اللي انا اديت له فكرته. احساسك ممكن يكلمني بعد نص ساعه او ساعه زمن يديني الشعر. ما شاء الله، موهبه خطيره. كل التحيه استاذ محمد علي راشد، كان يعني من كبار مبتهلي مصر دلوقتي، يعني تعودت على الشعر بتاعه لانه انا بحس كلامه. طيب نسمع حاجه، لكن بنقول برضو من قديم يعني التراث نسمع حاجه وهنطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل. حاضر. طيب يا ربي عفوك ورضاك، يا ربي ما لي سواك، يا رب الوجود، إلهي أنت للإحسان أهل ومنك الجود، ومنك الجود والفضل الجليل، إلهي فاصل اعلامي، وكمان هنشوف اعلاني وهنشوف كمان صور الاطفال اللي بعتولنا كل صوركم على الواتس اللي بيظهر قدامنا على الشاشه، وهنرجع تاني ما تروحوش مكان تاني.
معاكم تاني وعايز اقول مفاجاه. طبعا انا مش عارف اتكلم من الابتهالات الجميله اللي بنسمعها من صديقي المبتهل اللي تعبت كتير جدا بجد، هو يقول لكم الكلام ده علشان يبقى مشرفنا هنا في القناه وعلشان يطلع معانا، وهو رافض تماما ويطلع في اي قناه تانية، لكن انا بشكره شكر خاص مني وشكر. والله ما رضيت اطلع في اي قناه. انا بشكرك، ده شرف انا لينا. بشكرك كتير جدا، ده شرف لينا والله. قلت لهم المره في المولد السنه ما عنديش نفسي اطلع في اي قناه، بس صديقي الاستاذ محمد عشان لما كلمني حبيبي ما صعب عادي، ده حزنك جميل طبعا، ده حزنك جميل. لو الحلقه في اسوان انا هاجي لك اسوان. ده شرف لينا، شرف لينا محمد يعني راجل كل الناس المحترمه يعني. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، الموهبه اللي عند حضرتك دي اكتشفتها امتى ولا حد اكتشفها معاك؟ كان عندي 12 سنه او 11 سنه بالظبط، كنت باذن في مسجد فضيلة الشيخ محمد الطيب الحساني أبو فضيلة الإمام الشيخ الأزهر. تمام. حتى ساعتها هو سيدنا الشيخ محمد الطيب الحساني كان من العلماء الكبار يعني، وعلماء الأزهر والأولياء. قال لي والدي، كان عندي 12 سنة، قال لي والدي ابنك ده أذانه هيسمعه العالم كله. ما شاء الله. والله حصل، أقسم بالله حصل. شوف دلوقتي احنا لما بنأذن في الفجر العالم كله بيسمعنا، ده حقيقة. الدول الأوروبية والدول العربية والدول كله لغاية النايل ساتر. الدول العربية بتسمع حضرتك، يبقى نسمعك بقى دلوقتي. حاضر. فده كان موقف من المواقف أنا فاكره. لما قال لي والدي، قال له ابنك ده أذانه يسمع العالم كله، وتحقق الكلام ده بعد سنوات طويلة. يعني حضرتك حابب الموضوع ده؟ طبعا، ده في دمي من أنا وطفل. يعني مفيش حد في العيلة، مفيش حد؟ لا مفيش، لكن هو أنا يعني لما كان عندي ملكة الحفظ أنا وصغير، فوالدي الله يرحمه استغل ده في حفظي للقرآن. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني كنت أقرأ الحاجة أحفظها على طول. طب نسمع بقى حاجة. يا رسول الله، لو قيل لي قف على جمر القضاء، يا سيدنا النبي، لو قيل لي قف على جمر القضاء لوقفت ممتثلا ولن أتوقف، أو كان يرضى بخدي لو ما وطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. يا رسول الله لو رضيت، يا رسول الله لو رضيت بخدي لك موطئا لوضعته اخر الحلقه. هنفضل نقول كل سنه والطيبين كل المسلمين والامم العربيه والمتحده وكله، وفي نفس الوقت طبعا احنا النهارده مولد النبوي الشريف، صلى الله عليه وسلم. الصفات لا تنتهي من جمالها ومن حلاوتها، بس اسمحوا لي طبعا من كل عارف، وعايزين نعرف ونزيد اكتر بالمعرفه من حضره المولانا. عايزاك تكلمني عن السماحة عند الرسول عليه الصلاة والسلام وصفاته الجميلة، واستأذنك بعد منها من غير ما أقطعك، قول لنا ابتهال بنفس الصفات. والله هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا للرحمة، وكان مثالا للعطف، وكان مثالا للحنان،
وهذا هذه الصفات في سيدنا النبي لمسها الكفار والمسلمون معه. يعني لما كان جاره اليهودي كان بيأذيه ويرمي له الزباله قدام بيته، لما مرض راح زاره. تمام. شوف السماحه قد ايه. يعني احنا النهارده الناس بتتخانق مع بعض والجيران يتخانقوا مع بعض، ليه ما ياخدوش الموقف ده مثال من حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمام. احنا عايزين ما احنا بنتذكر من خلال حضرتك اهو. يعني نصحى تاني للصفات الجميله ونعمل بيها. الجميله بتاعت سيدنا النبي والرحمه والعطف وكان صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بقبط مصر، قال أوصيكم بقبط مصر، وأوصى بالنساء وقال أوصيكم بالقوارير رفقا بالقوارير. وشوف اللي يعني من رحمته أنه حتى الجزع اللي كان بيخطب عليه جزع النخلة بكى لما سيدنا النبي يعني الجماد والنبات والحيوان شعر برحمة سيدنا النبي. والجمل اللي كان صاحبه بيأذيه راح اشتكى لسيدنا النبي، وربنا أنطق الجمل ووشوش سيدنا النبي في ودنه وبكى جمل. سيدنا النبي اشترى منه الجمل وعتقه. يعني ايه الجمال ده؟ ايه الرحمة دي؟ ايه ده؟ ما فيش انسان على وجه البسيطة كان فيه سيدنا النبي بقى. طبعا طبعا هو المختار اساسا. فحاجه يعني سيد المرسلين وسيد البشر وسيد السماء وسيد الارض وهو حبيب ربنا. طبعا يعني طبعًا. اكيد اكيد. اسمع كمان. يا رسول الله، يا للعالمين، يا رحمة للعالمين، يا من بهديك أفلح السعداء، يا في مسابقه مواهب شابه في اذاعه شباب الرياضه. يعني ده تصريح مهم جدا يهمنا في الميزه. حاضر في اي وقت. تمام. لان المبتهلين الشباب اللي موجودين اللي قلنا بجد محتاجين من حضرتك ان انت تدربهم، محتاجين من حضرتك توعيه، محتاجين من حضرتك توصلهم ازاي يبقوا زي حضرتك. عيني حاضر. أوامر أوامر. يعني عقبال ما ده سبق لينا على طبعا. ايه النصائح اللي ممكن يقدمها لاي مبتهل صغير؟ بما ان حضرتك 24 سنه خبره، يعني هو المبتهل زي ما انا قلت لازم الحاجه اللي يسمعها يعرف يقولها، غير كده يبقى موهوب. يعني التدريب ممكن حضرتك تنصحه التدريب يبدا بيه ازاي؟ خامة الصوت ازاي؟ هل الصوت ولا الحفظ؟ لا لا، اول حاجه رقم واحد الموهبه، الصوت. تمام. الخامه يعني ممكن، ما هو في احنا بنصادف برضو اطفال وشباب يقول لك انا مبتهل، اسمعه ولا ايه؟ ما عندوش الموهبه، بس هو مقتنع ان هو مبتهل. هو حاسس عشان حافظ، هو متخيل ان هو مبتهل. اجي انا اما اسمعه اقول له يعني، بس طبعا بتحرج اقول له انت مش الصفات اللي المفروض يعرف بيها كده يعني. لكن الموهبه الحقيقيه المبتهل لابد ان يكون ذو صوت قوي. تمام. قوي جدا في اللغه العربيه عشان التشكيل، ان احنا بنقول حاجات باللغه العربيه الفصحى. انما النهارده الشباب، انا بشوف شباب يسمع شويه من على النت ويقول لك انا مبتهل، وللاسف بيصادفوهم برضو في قنوات وهم ما يعرفوش حاجه عن الابتهالات الدينيه اصلا للاسف الشديد. يعني نعتبر من خلال كلام حضرتك اول حاجه بنقولها لهم مباشره دلوقتي لازم يكون عندكم قواعد نحويه على الاقل.
لازم يكون عنده لغه عربيه، يعني لازم يقرا كتير ويتثقف وبعدين يبدا يعمل ايه تاني حاجه. في موجه برضو، هو انا كنت لسه بحكي للاستاذ محمد احنا جايين في العربيه بقول له انا كنت عملت دويتو انا احمد سعد المطرب في قناه صوته قوي احمد سعد. طبعا. فده كان الدويتو ده كان سبب في انه جميع الشباب يتجه الى الانشاد الديني والابتهال، حبوه جدا. يمكن تعدى 16 مليون مشاهده كمان يعني على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن النهارده لكن برضو في شباب بيقول دلوقتي بيقول بالعاميه. طبعا ما احترمنا للعاميه، هي مش تقليلا للغه العاميه، لا هو ممكن يكون اصل حضرتك ان هي عشان التراث يفضل مازال يعني موجود، التراث العربي باللغه العربيه. ما هم لا هم هم بيستحدثوا حاجات يقولوها هم بالعاميه. لا الابتهال ان لم يكن باللغه العربيه الفصحى فلا يعتبر ابتهال. تمام احنا بنقول عاميه برضه يعني. في الحفلات ما هو في برضه ناس عامه الناس احيانا ما بيفهمش الكلام اللي احنا بنقوله، بنقول له عاميه بس لا اساس الابتهال لا لغه عربيه فصحى. تمام اصدقائي احنا متعودين في كل حلقه ان احنا بنقول اسماء الفائزين في المسابقات بتاعتنا. النهارده معلش هنأجل اسماء الفائزين علشان الحلقه النهارده مش عايز اضيع دقيقه ما نسمعش فيها النهارده. ليه هنقول اسماء الفائزين؟ لا هنقول الاسئله بتاعتنا النهارده والاسبوع اللي جاي هنعلن اسماء الفائزين في النهايه. الاسئله معانا النهارده عندي شركه الفراعنه اللي هو رئيس مجلس اداره الشركه المهندس عايد العدس. السؤال بتاعه بيقول بداية الشركة، المهندس كان المكان معانا كان قال بداية الشركة كانت امتى؟ ده السؤال، بداية الشركة او نشاط الشركة بدأ من امتى؟ وجائزتنا 250 جنيه بيقدمها المهندس عايد العدس. عندي مطعم وكافيه تجور، ايه الالوان السيدة داخل مطعم تجور؟ الالوان بتاعتنا السيدة داخل مطعم تجور. الجائزة 500 جنيه والجائزة الثانية دعوة للعشاء لفردين على الغداء او العشاء. في دعوة العشاء؟ معهم ولا لا؟ أجر. عندي مطعم قرية بدوية، بيقول ايه الأكلة المشهورة اللي بتظهر في الإعلان بتاع بدوية؟ المهندسة رئيس مجلس إدارة ناهد علي بتقدم لنا في كل حلقة دعوة للعشاء قرية بدوية في سيتي ستارز الدور الرابع. السؤال الأخير، عندي موقع inmas.com، ايه هي العروض اللي هي بتقدمها للشباب اللي مقبل على الزواج؟ العروض دي لو دخلنا العروض اللي موجوده علشان الشباب المقبل على الجواز، لو دخلنا الموقع هنلاقي فيه ثلاث عروض، قلنا عرض واحد والجايزه منهم الجايزه 250 جنيه. واخر السنه معانا جايزه كبيره جدا لما الدكتوره داليا ابو المجد هتكون موجوده معانا هتعلن عنها. مولانا نسمعك تاني. معلش احنا تعبينك معانا بس ما نستغناش عن الصوت الجميل، ما صدقنا انت معانا طبعا. كل ده حاسب عليه الاستاذ محمد بعد براحتك بس المهم نسمعك. يا رب عفوك ورضاك، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا إلهي، يا رب الوجود، يا خالق الكون، ظني فيك يا الكريم.
طيب الوقت خلص يا بسرعه كده يا نهار ابيض ما الجمال اللي معانا لازم يخلص والصحبه الحلوه انا بسرعه جدا يا جمهوري اقول للجمهور كل سنه وهو طيب بكل الامه الاسلاميه واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طبعا انا مش هقول مدى انبساطي النهارده بالذات ان انا معاكم وفي نفس الوقت مولد النبي الشريف وبقول لكل الناس كل سنه وانتم طيبين ودايما بخير و برضه استاذ معانا بنشكر طبعا الشيخ منتصر الاكرد كبير مجتهدي الاذاعه والتلفزيون كل الشكر لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب ويا ريت حضرتك واحنا بينزل التتر بتاعنا والاند حضرتك نسمع من حضرتك حاجه ده يبقى بحساب تاني بقى بحساب تاني اه بحلقه تانيه طيب اتفضل اتفضل يا فندم الله 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 Ah!